حدث ما كان متوقعا وانهارت هدنة هشة استمرت نحو شهر في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فتجددت الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعات مسلحة أخرى، واضطر سكان المخيم والمنطقة المحيطة به إلى الفرار خوفا من كثافة النيران. مصدر عسكري لبناني أفاد بوقوع 39 مصابا جراء الاشتباكات، فيما تحدثت مصادر أخرى عن جهود تبذل من أجل وقف إطلاق النار. فما أسباب عودة العنف إلى المخيم؟ وهل تخرج الأمور عن السيطرة هذه المرة هناك في عين الحلوة؟ على العموم نتابع مباشرة من صيدا بالقرب من مخيم عين الحلوة، معنا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر. أستاذ هيثم، أهلا بكم معنا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. كنا سمعنا قبل قليل هذا المساء عن جهود أو وساطة تبذل من أجل تهدئة هذه الاشتباكات أو هذه الموجة الجديدة من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. إلى أين وصلت هذه الجهود في هذه الساعة؟ الآن هناك وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة في المحورين، محور الشمالي عند حي الطوارئ البركسات البستان الكبير والتعمير، والمحور الجنوبي جبل حليب حطين، بعد أن اندلعت الاشتباكات أمس إثر قيام مجموعة من الشباب المسلم وجنود الشام الإسلاميين التكفيريين الإرهابيين بتصعيد الأوضاع الأمنية باستهداف قوات الأمن الوطني الفلسطيني في محور البركسات حي الطوارئ البستان بستان القدس والتعمير. السؤال الذي طرح، لماذا توقيت ذلك أمس؟ لأن أمس كانت هي نهاية المهلة التي منحت إلى هذه المجموعات للانسحاب من تجمع المدارس الذي قامت باحتلاله والتمركز به يوم الأحد في 30 تموز يوليو الماضي، ونصب كمين لقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأطلاق النار، ما أدى إلى استشهاده العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. وبالتالي أمس حاولوا إعادة تكرار السيناريو ذاته بكسب الوقت والتهرب من تنفيذ البنود. لو تم إخلاء تجمع المدارس وتفكيك الألغام من هذا التجمع في مدارس عائدة لوكالة الأنروا لكانت الخطوة التالية، وهي تسليم المطلوبين، خاصة أن لجنة التحقيق قد توصلت إلى وضع أسماء 9 مطلوبين. نعم، ولكن حتى نضع المشاهد في الصورة كذلك والمتابع لنا أستاذ عايتر، نعم، أصل المشكلة ليس اليوم، يعني المسألة متعلقة بالصراع بين حركة فتح وهذه الحركات الإسلاموية، وكان في حادثة قتل لقيادي من فتح. إلى أين وصلت الأمور؟ الأمور ما تزال معلقة والقتلة لم يسلموا بعد، وهذا هو سبب تكرار موجات العنف والاشتباكات بين الطرفين؟ أولا، ما جرى ليس هو إشكال بين حركة فتح وهذه المجموعات، هذه المجموعات جند الشام الشباب المسلم وهذه المسميات هم من قاتلوا مع مجموعات إرهابية في سوريا تحت عنوان داعش والنصرة، وبالتالي عندما قاتلوا في سوريا تم توصيفهم بمجموعات إرهابية، الكثير منهم عاد إلى مخيم عين الحلوة، أي أن هذه المجموعات هي خارج مكونات وبيئة المخيم التي تؤكد على أن وجودها مؤقت في لبنان إلى حين العودة إلى فلسطين. وبالتالي هذه المجموعة هي من اعتدت على قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وليس حركة فتح من أطلقت النار عليها، بل هم من قاموا باغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لتنفيذ أجندة داخلية مرتبطة بأجندات خارجية. الأجندة هي استهداف قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لزعزعة الأمن والاستقرار انطلاقا من مخيم عين الحلوة، والتي تزامنت مع محطات أمنية في لبنان وسوريا. هذا يؤكد أن المخطط هذا هو واحد. الآن بعد أن توصلت هذه القوى الفلسطينية، هيئة العمل الوطني الفلسطيني المكونة من منظمة التحرير الفلسطينية، تحالف القوى الفلسطينية وقوى إسلامية بالتوافق مع أطراف لبنانية رسمية ونيابية ودينية وأمنية، على وقف إطلاق النار، عودة الأهالي وسحب المسلحين. حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني أخلوا العديد من المراكز وأقاموا برفع الشوادر والدشم، وبالتالي كانت الخطوة التالية هي انسحاب المسلحين وإخلاء المدرسة التي تتبع وكالة الأنروا وتمركز فيها قوات الأمن الوطني الفلسطيني. جميل. هم استبقوا الخطوة التالية وهي تسليم المتهمين المجرمين. وكان المشهد الذي شاهدناه الليلة
بتجدد هذه الاشتباكات ووقوع عشرات الإصابات حتى الآن. كما تفضلتم أفدتمونا سيد زعيتر في بداية حديثكم أنه الآن هناك وقف لإطلاق النار، يعني الوساطة نجحت بين الطرفين. ما الذي يضمن؟ بالأمس تم وقف إطلاق النار، ولكن هناك من حاول التوتير مجددا، هناك من يسعى إلى فرض أجندة جديدة وواقع جديد على موزاييك مخيم عين الحلوة، وهنا أعني بالتحديد أن هناك من يسعى إلى طرح عنوان محدد وهو وحدة المحاور داخل مخيم عين الحلوة، نعم، على نسق وحدة الساحات في أماكن بين لبنان وسوريا وفلسطين. نعم. هل بإمكانكم سيد زعيتر أن تسموا من تقصدون بهؤلاء الذين يحاولون توتير وتغيير المشهد في مخيم عين الحلوة للاجئين؟ أشرت إلى أنهم مجموعة من الشباب المسلم، من جند الشام، من بعض المكونات المطلوبة للدولة اللبنانية، وبعضهم لا يلتزم عقائديا، بل هم من تجار المخدرات ومطلوبين ملفات أمنية وسرقة وغيرها. هم يلتقون تحت عنوان واحد، وهو كيف يمكن زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني. طيب. حركة فتح بالأمس لم تبادر إلى إطلاق النار خلافا لما جرى ترويجه، ولو كان لديها مخطط باقتحام أماكن تواجد هذه المجموعات لكان انطلق هذا الاقتحام من أكثر من محور، وليس استغلال الوضع تحديدا. طيب. في مكان الإخلاء المدارس كما يعني كان يعني سيد زعيتر، أفهم من كلامك على أنه لا ضمان بأن الأمور لن تنزلق مرة أخرى، يعني وقف إطلاق النار هذا ممكن أن ينهار في أي لحظة. وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي مرتبط بمدى التزام القوى التي أخذت على عاتقها بتنفيذ ما اتفق عليه منذ اليوم الثالث لجريمة اغتيال العميد العرموشي. نفذ الجزء الأكبر منه، هناك معضلة رئيسية وهي كيف يمكن تسليم هؤلاء المجرمين الذين قاموا بتنفيذ هذه الجريمة. هناك من يحول دون تسليمهم، ما زال يبحث عن مخارج إخراجهم إلى سوريا وغيرها من المناطق، أو التواري داخل المخيم، أو أي أمر من الصيغ. هذا أمر مرفوض، لأن فلات المجرمين من العقاب يؤدي إلى تكرار الجريمة. منذ 40 يوما قاموا بارتكاب جريمة اغتيال العميد العرموشي، أمس قاموا بالتوتير، لا ندري مجددا ماذا يقومون. هم يسعون إلى كسب الوقت من أجل توتير الأجواء والتواري كما حصل مع آخرين. نعم. لو اتخذت وتهريب ربما الأشخاص المتورطين أو المطلوبين الذين قاموا بتنفيذ عملية القيادة. نعم. إلى مساعي التهريب، خاصة أن الكثير منهم ليسوا من أبناء المخيم. هناك أكثر من شخص وفدوا مع شاد المولى من منطقة طرابلس في شمالي لبنان، كانوا يناصرون جبهة النصرة. طيب. الآن انقلبوا أصبحوا يناصرون داعش، ما أدى إلى خلاف مع شاد المولى ورفض استقبالهم في. طيب. ولكن أستاذ هيثم، هي محاولات توتير هذه المجموعات. نعم. إلى خارج مدينة صيدا تحديدا. نعم. إلى الجوار، واستهداف الدوائر الرسمية والأمن العام اللبناني اليوم. بالأمس كان الجيش اللبناني، اليوم أيضا هناك تركيز على سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الهمشري الرئيسي لمنظمة التحرير. طيب. الفلسطينية. طيب سيد هيثم، وصلت الفكرة. على ذكر الجيش اللبناني، على ذكر الجيش اللبناني، هل هناك حل يعني يؤدي ربما إلى حل يضمن عدم انزلاق الأمور مرة أخرى من مواجهات يعني يروح ضحيتها سكان المخيم وتؤثر على حياتهم؟ وإذا كان هناك حل، هو بيد من؟ بيد أي طرف؟ الحل هو بيد القوى الفلسطينية خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأعني تحديدا في تحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية التي أخذت على عاتقها بالعمل على إنهاء التحقيق ومن ثم تسليم المطلوبين وفق لجنة التحقيق التي ترأسها اللواء معين كعوش وضمت مختلف مكونات الفلسطينية. ليس مسموحا بتواري هؤلاء الإرهابيين المجرمين، لأن التواري يؤدي إلى استمرار أعمالهم وتنفيذها، وسبق ذلك مرات عدة. في المرات السابقة أوكلت المهمة إلى القوة الأمنية المشتركة، قامت بالتنفيذ ودعمتها قوات الأمن الوطني الفلسطيني. نعم. منطقة صيدا تحديدا يسعوا إلى زجها في هذه المعركة لما تشكله من حاضن القضية الفلسطينية، يسعوا إلى زج الجيش اللبناني في هذه الأحداث.
خاصة أن منطقة الطوارئ هي خارج انتشار الجيش اللبناني، وهي خارج انتشار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة. هناك من هدف إلى إبقاء هذه المنطقة، منطقة تحتوي بعض المطلوبين ويتم تصديرهم من مناطق متعددة. الخشية هي من استمرار هؤلاء بإيجاد حماية لهم ورعاية لهم، وهنا يجب رفع الغطاء عن أي مخل وتسليمه، والقضاء اللبناني يحاكم من يثبت إدانته. أشكركم شكرا جزيلا. من صيدا كنت معنا بالقرب طبعا من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، عضو المجلسين الوطني والمركز الفلسطيني هيثم زعيتر.